بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس سوف نتعرف على خطوات التخلص من الملفات المؤقتة حتى يتم تسريع التصفح بالإنترنت. أولا، فتح متصفح الإنترنت من قائمة أدوات اختيار خيارات إنترنت. هنا نقوم بحذف ملفات تعريف الارتباطات، كذلك حذف الملفات المؤقتة التي تتم تخزينها في مجلد داخل الجهاز. هنا كذلك مسح المحفوظات، وهذه ارتباطات تكون موجودة عند فتح أي صفحة. كذلك مقايمة محتوى بالضغط على خانة إكمال تلقائي. هنا نقوم بمسح النماذج، وهي صور لبعض الصفحات التي تم فتحها سابقا. كذلك من قائمة إبدأ وفي تشغيل نقوم بكتابة بعض الأوامر مثل تيمب، أوكي. هذه مجموعة من الملفات المؤقتة من قائمة تحرير Select All أو تحديد الكل، بعد ذلك Delete من لوحة المفاتيح. يس. كذلك من نفس القائمة تشغيل نقوم بكتابة الملف بير، بري طبعا اختصار موجود هنا بيرفيتش بيرفيتش، بعدين اوكي. هنا مجموعة من الملفات، في حالة فتح اكثر من ملف نقوم بتحديد الكل نفس الخطوات، بعد ذلك ديليت. كذلك من نفس قائمة تشغيل نقوم بكتابة ملف كوكيز، طبعا موجود كوكيز. هذه ارتباطات لملفات سابقة. اوكي، نلاحظ عدد كبير، وهذا يساعد على تقليل التصفح. تحديد تحرير وسيلكت اول لتحديد الكل، بعد ذلك ديليت نقوم بمسح الكل. هذه مجموعة من الخطوات اللي تساعد على عملية التصفح والتخلص من الملفات المؤقتة. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.